اليوم الجزائر عندنا أعداء كثيرة، يعني بدون ما ندخل في الوضع الجهوي أو في الميدان الإفريقي، الناس اللي راح يتزاحم في الجزائر وتأول حول كل القرارات تاع الجزائر وتشكك في المسار تاع الجزائر، هذه الجواب تاعنا هي الوحدة تاعنا، الجواب تاعنا هي العمل الجدي، العمل الثوري، يعني لو نقول العمل الثوري باش نقدر نواجه هذه الأعداء.